يعني قبل 10 سنين كانت الناس شايفة إن الإدمان بكل أنواعه وخصوصا إدمان المخدرات كان اضطراب في السلوك. فبعد كده لقوا إن سلوك الناس لما بيتغير برضو بيفضلوا مدمنين على بعض المخدرات أو العادات اللي هما بيكونوا مصرين عليها. يعني واحد كان ساكن في منطقة عشوائية وكان مدمن مخدرات عشان أغلب اللي حواليه بياخدوا مخدرات، في وقت من الأوقات في إحدى الدراسات نقلوه ودوه في منطقة تانية كويسة، برضو لقوا إن في ناس في المناطق الكويسة بتاخد نفس المخدرات بس بليفل أعلى. يعني حتى لما يروح هو يقضي، كلمة يقضي يعني يجيب المخدر، لما بيروح يقضي المخدر ده ويجيبه بيلاقي إن في كاتيجوريز، أنت عايز أنهي نوع وعايز بكام. يعني مش كل الهيروين واحد، لا الهيروين هنا بيتباع بكذا والهيروين هنا بيتباع بكذا وهكذا. تمام. طيب لقوا ان المشكله هنا في المشاعر، ان هو شعوره بيبقى متعلق بالمخدر ده او بالشيء اللي هو عايزه ده، عشان بدونه بيحس ان هو متضايق او بيحس ان هو مهموم مش مبسوط، بيحس ان هو متاخد. طيب لما جينا نعمل سيطره على المشاعر دي ونبدا ان احنا نتحكم فيها شويه، لقينا ان هي ما بتجيش من نفسها، دي اصلها افكار. يعني الإدمان هو اضطراب في الأفكار بيحدث حالة من اللخبطة في المشاعر ينتج عنها سلوك إدماني. نقول كمان، اضطراب في الأفكار يحدث حالة من اللخبطة في المشاعر ينتج عنه السلوك الإدماني. السلوك الإدماني هو سلوك الاعتماد. طيب اضطراب الأفكار ده، أنا مش هبقى مبسوط إلا لما أقرب من حد معين، أنا مش هبقى مبسوط إلا لما أخد العقار ده، أنا بقول الكلمة دي فكرة. الحديث الداخلي بيؤكد هذه الفكرة في قوة عقل الباطن بتنعكس على مشاعري، فتلاقيني مهموم لغاية ما ده يحصل، أول ما ده يحصل أنا أبقى مبسوط.